حضرات سيدات والسادة، أيتها الأخوات أيها الإخوة، يتزامن انعقاد هذه المحطة التنظيمية مع استمرار العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف مدنيين عزل، وإحداث دمار شامل للبنيات التحتية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة، فضلا للحصار الجائر الذي حرم الفلسطينيات والفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة الأساسية من ماء وغداء وكهرباء ودواء. ولذلك كان موقف جلالة الملك محمد السادس رضا الله بصفته رئيس الدولة ورئيس لجنة القدس حازما في رفضه وإدانة لكل التجاوزات وسياسة عقاب الجماعي والتهجير القسري، معتبرا الأعمال الانتقامية في قطاع غزة بأنها انتهاكات تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقام كما تعلمون كذلك بتقديم يد المساعدة والدعم الكامل للفلسطينيات والفلسطينيين والمقدسيات والمقتصدين. ومن جهته تابع حزب استقلال بقلق خبير التطورات الميدانية الخطيرية التي تعرفها الأراضي الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي السافر على المدنيين الفلسطينيين وما خلفه من تدمير ممنهج وكارثة إنسانية تعيش على وقعها ساكنة قطاع غزة، يعبر عن شجبه وإدانته للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وحرمانه من مقومات الحياة في خرق سافر لقوانين الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. وفي هذا الإطار نشهر في حزب الاستقلال اللاءات الحازمة بشأن القضية الفلسطينية، لا لسفك الدم الفلسطيني واستهداف مدنيين العزل وكافة أمال العنف والإرهاب ضدهم، لا للتهجير القسري للفلسطينيات والفلسطينيين خارج أرضهم لما يشكل ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، لا لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير والاستيطان ليكون تفكيك المستوطنات مقدمة لحل عادل للدولة الفلسطينية بمقومات الحياة والسيادة والاستدامة، لا سلم ولا استقرار في المنطقة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل دولتين، ولا بديلة لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.